مرحبا أيها الأصدقاء، سأطلب منكم أن تجلبوا دفتر اللغة العربية صفحة 16. ماذا تقول لنا البطاقة أن نفعل؟ جيد جدا، علينا أن نلون واحد فقط. لون عصفورا واحدا وفراشة واحدة، وهذا الرقم واحد. إذن أيها الأصدقاء، عليكم أن تلونوا عصفورا واحدا من بين العصافير وفراشة واحدة من بين الفراشات. يعني بتكون تلونوا عصفور واحد، مش كل العصافير يلي على الورقة، عصفور واحد وفراشة واحدة أيضا، يعني بس فراشة واحدة من اللونة بتنقوا حيلا فراشة وبتلونوها، بتنقوا حيلا عصفور وستقومون بتلوينه. هل سمعتم جيدا؟ إذن عليكم أن تلونوا عصفورا واحدا وفراشة واحدة، وأتمنى عليكم أن ترسلوا العمل على دروات، وشكرا لكم.